السلام عليكم. محاضرتنا اليوم هي المحاضرة الأولى بمادة المحاسبة، المادة الأولى بتدريب المحاسبة، أو المادة الأولى التابعة لدبلوم المحاسبة بالنسبة للطلاب اللي راح يستمروا معنا لباقي مواد دبلوم المحاسبة، وبالنسبة لباقي التخصصات راح تكون هي المادة الوحيدة اللي راح ياخذوها أساس المحاسبة. طبعا أساس المحاسبة مادة مهمة جدا لجميع الاختصاصات، مهما كان نوع عمل صاحب المنشأة لازم يكون عنده إلمام بمادة المحاسبة لحتى على القليلة يعرف كيف عم يتم التسجيل وعلى أي طريقة أو على أي أساس. تعريف المحاسبة، المحاسبة هي نظام معلومات بتقوم بترجمة الأحداث الاقتصادية لمعلومات مفيدة بتساعد إضافة عدة في عملية اتخاذ القرارات الاقتصادية. المحاسبة بتقوم على مجموعة من الافتراضات والمبادئ مثل أي علم، تحكم عملية تحويل الأحداث الاقتصادية إلى معلومات مالية. اي حدث بهم المنشاه اللي انا عم بشتغل فيها بسجله بالدفاتر من خلال طبعا تسجيل تبويب تلخيص الاحداث الاقتصاديه وفقا لقواعد واجراءات واساليب مستمده من المبادئ والافتراضات المحاسبيه. يعني المحاسبه بتهتم بالاحداث الاقتصاديه، عمليه شراء، عمليات بيع، التغييرات في الممتلكات، التغييرات بالالتزامات. طبعا هالامور كلها انا بعكسها على منشاتي، يعني انا عم بحكي كل هالامور هاي من جهه منشاتي فقط او من ناحيه منشاتي انا كصاحب شغل او كصاحب منشاه تجاريه او كصاحب مشروع او كمحاسب. انا بهمني المواضيع اللي بتحدث بيننا، بين شركتي او بين الخارج او بين شركتي او بين الموظفين بالداخل. طبعا الصوت عندي انا موجود، اذا في حدا من الاخوه ما عم يكون الصوت واصل لعنده فبيكون في عنده هو مشكلة. في عنا آخر أخ هو ديزوم عفوا، بتمنى أن يكبس رمز الصوت اللي عنده بالزوم لحتى يطلع الصوت، لحتى يبلش يطلع الصوت عنده، لأنه باقي الأخوة عندهم الصوت بس هو مو كابس زر الصوت. أوكي، ف رح أكمل مع بعض. أهداف المحاسبة، المحاسبة مثل كل العلوم إلى أهداف. أي علم رح نتعامل معه، أي علم ندرسه نقرأ نلاقي له مجموعة أهداف. إذا ما كان العلم أهداف، ما كان له أساليب، ما كان له أسس، ما كان له مبادئ، معناتها هو مو علم ممكن نستفيد منه. شو أهداف المحاسبة؟ واحد، تحديد نتيجة عمل المنشأة من ربح أو خسارة. أنا بتبع كصاحب شغل أو صاحب عمل أو كمحاسب المحاسبة لحتى أعرف نتيجة عمل الشركة من ربح أو خسارة بنهاية المدة أو بنهاية السنة. يعني أنا ممكن كصاحب عمل إني أنا أكون عم بشتغل لكن عم بخسر، أو أكون عم بشتغل لكن عم بربح. شلون بدي أعرف إذا ما اتبعت نظام معين؟ فبالتالي بتبع المحاسبة أنا أو نظام المحاسبة أو طرق المحاسبة لحتى أعرف نتيجة أعمال المنشأة من ربح أو خسارة. اثنين، بحدد ممتلكات المنشأة والالتزامات والتغييرات تطرأ عليها. أنا بيجي بعد مدة معينة بشوف قديش بملك من المنشأة، قديش عليه ديون، شو التغييرات اللي طرأت عليها. يا ترى أنا صار حصتي كبيرة من المنشأة، قلت حصتي من المنشأة، راح اضطر بيع المنشأة، ممكن اوسع المنشأة الى اخره. توفير المعلومات المالية ملائمة لإدارة المنشأة مساعدة في عملية التخطيط والرقابة. انا اذا ما عندي معلومات صحيحة او واضحة ما بقدر اتحكم بالمنشأة اللي انا فيها من حيث تطويرها او من حيث تمام. طبعا احد الاخوة رافع ايده، ما بعرف ليش رافع ايده، يبدو الصوت أحطه وقف تسجيل لمدة ثانية. طيب أوكي، طبعا بتمنى من الأنسات الموجودين إذا كان حدا بيعرف الأنسة أو ما بعرف إذا كنتوا زملاء الشخص اللي اسمه ديزوم يقول له كيف يطلع الصوت عنده، لأنه المشكلة عنده من عنده ومن عنده. أوكي مكمل. طيب، توفير أربعة، توفير المعلومات المالية الملائمة للمستفيدين خارج المنشأة ومساعدتهم في اتخاذ القرارات الاستثمارية وقرارات منح القروض وفي تقييم درجة السيولة النقدية والموارد الاقتصادية المتوفرة للمنشأة. أنا كمستفيد أو كشخص خارج المنشأة بهمني أعرف وضع المالي من المحاسب كمثال للشركة عفوا، كمثال إذا كنت مورد أنا حابب إني أورد بضاعة لهالمنشأة، بدي أعرف يا ترى المنشأة قادرة تسدد لي مصرياتي بعد فترة من الزمن
وضع المالي مستقر غير مستقر، وبالتالي على هالاساس انا بقدر اني اقرض الشركه او اعطيها بضاعه لحتى تسدد لي قيمتها بعدين. طيب مين المستفيدين من المعلومات الماليه؟ في اكثر من جهه مستفيده من المعلومات المحاسبيه، يعني مو جهه واحده فقط اداره المنشاه، لا في اكثر من مستفيد. واحد اداره المنشاه تهتم مختلف المستويات الاداريه في المنشاه بالتقارير الماليه تنتجها نظام المحاسب لمساعدها باتخاذ قرارات الاقتصاديه المحاسب المناسبه، مثل رسم السياسات والتخطيط للمستقبل، حاجه المنشاه السيوله النقديه، الرقابه على ممتلكات المنشاه وعلى جوده الاداء. طبعا اداره المنشاه في فرق بيننا وبين الملاك بالنسبه لانواع الشركات. هلا نحن انواع الشركات عندنا شيء اسمه المنشاه الفرديه اللي بيكون بيديرها شخص واحد، بنسميها بالاساس نحن مؤسسه او منشاه فرديه. اذا كان في عندي اكثر من شخص يساوي اثنين مالكين الشركه هون بنسميها الشركه. الشركه طبعا الشركه هون في لها انواع، عندنا شيء اسمه شركه اشخاص اللي هي باسسها انا، ولو طلعنا شوي من المستفيدين من المعلومات. شركات الاشخاص هي اللي بياسسها شخصين او اكثر، ارتبط بيناتهم علاقه صداقه، علاقه اخوه، علاقه معرفه، فبالتالي اثنين بيعرفوا بعض اسسوا شركه، ثلاثه بيعرفوا بعض اسسوا شركه، بنسميها نحن شركه اشخاص. بيكون عاده عنوان شركه احمد وشركاه، شركه محمود وشريكه، شركه الغانم وشريكه الى اخره. المهم وفي عندنا وشريكه او شركاه بنسميها نحن شركات اشخاص. هي في عندنا شيء اسمه شركات اموال. طبعا بالشركات الاموال بيكون في شيء اسمه اداره وبيكون في شيء اسمه ملاك. شركات الاموال هي اللي بيكون راس مالها مقسم لاسهم، بمعنى انه مثل الشركات مثلا فيسبوك، تويتر، اليوتيوب، فكل هالشركات الكبيره هي مطروحه اسهمها بالبورصه، يعني مطروحه راس مالها بالبورصه، يعني راس مالها مقسم الى اسهم. يعني عباره، تمام وصل الصوت، اوكي. يعني راس مالها مطروح للاكتتاب العام، يعني راس ماله هذا الكبير مقسم لاجزاء صغيره بنسميها سهم، كل سهم بحق لشخص معين يشتري 10 اسهم 20 30 40، بصير هو عباره عن مالك بالشركه. انا كمالك ما بقدر ادير الشركه، ليش؟ لانه في مجلس اداره منتخب من قبل باقي الملاك، هو اللي بيدير هي المنشاه اللي بتاخذ قرارات عنا نحن الملاك جميعا. طيب فبالتالي طبعا هي بشركات الاموال. بشركات الاشخاص بيكون المالك هو نفسه المدير الشركه، او ممكن يكون مدير الشركه هو شخص موظف حاطينه نحن، لكن ما فيها التوسع او ما فيها طرح الاسهم مثل الشركات المساهمه الكبيره. طيب الملاك يهتم الملاك دائما معرفة مدى نجاح مشروع في تحقيق الارباح، وفي الحالات تستند مهمه اداره المشروع الى فئه اخرى غير الملاك، فهنا يحتاج الملاك الى معلومات المحاسبه للحكم على مدى مكافاه كفاءه اداره المنشاه المشروع في استثمار وحمايه ممتلكاتهم. المستثمرون بيحتاج المستثمرون المحتملون الى المعلومات المحاسبيه لمساعدتهم في اتخاذ قرارات بخصوص مدى جدوى استثمار المنشاه. انا كمستثمر محتمل اذا كنت ملاحظ انه بيانات هي الشركه عباره عن بيانات ايجابيه، فبالتالي انا ممكن اني اتشجع واستثمر فيها، لكن اذا كنت عم واجه بيانات غامضه للشركه فبالتالي ما راح اقدر استثمر فيها لانه ما في عندي بيانات واضحه. المقرضون بيحتاج المقرضون معلومات محاسبه لمساعدتهم في اتخاذ قرارات تتعلق بمدى امكانيه تقديم قرض المنشاه، مثل مدى قدره المنشاه على الوفاء بقيمه القرض. يعني انا كمقرض اذا بدي اجي اقرض شركه بدي اعرف على الاقل يا ترى وضع المالي بيستحمل، يا ترى الحجم راس المال قديش، يا ترى هي القرض اللي رح تاخده اذا لا سمح الله صار في عسر فني، عسر مالي الى اخره، عسر حقيقي، بتقدر تسدد لي؟ ولا اذا بعت الشركه كلها وجابت 10 شركات فوقها ما بتقدر تسدد لي؟ فبالتالي هالامور كلها مهمه بالنسبه للجهات الخارجيه. الاجهزه الحكوميه طبعا بتحتاج الاجهزه الحكوميه انه تعرف نحن شو عم ناخذ وشو عم نجيب، شو عم نقبض وشو عم ندفع، طبعا لحتى تفرض ضرائب، لحتى تحصل اموال، ولحتى تقدم لنا تسهيلات وتعمل دراسات على الوضع الاقتصادي بالبلد. الموظفين، انا كموظف بهتم اني اعرف شو هي البيانات اللي عم تنشرها شركتي لحتى اعرف يا ترى انا رح استقر بهالشركه ولا لا. مو من المعقول اني انا ضل مرتاح بعملي وانا عارفان انه الشركه وضعها المالي مهزوز وبالتالي ممكن تسكر باي لحظه. طبعا الخصائص الاساسيه للمعلومات هي ما بدنا اياها، ما بتهمنا. الافتراضات المحاسبيه مثل ما قلنا كل علم له مبادئ
له أسس وله افتراضات. نحن إذا كان بدنا ناخذ نتيجة أو نحصل على النتيجة هذا العلم، فبالتالي لازم نتبع قواعده وافتراضاته ومبادئه. هاي القواعد مهمة جدا جدا جدا، لأنه نحن نتعامل فيها من أول ما منبلش بالمحاسبة لحتى نفوت بفروع المحاسبة الأخرى بنواجهها بالحياة العملية يلي عم نعيشها. الافتراضات المحاسبية، وحدة المحاسبية أول افتراض، بيقوم هذا الافتراض على أساس استقلال الوحدة الاقتصادية بعضها عن بعض واستقلالها كذلك عن ملاكها، يعني الشركة مستقلة عني، يعني الشركة ذمتها المالية غير ذمتها المالية تبعي. نستنتج من هذا الفرض أن لكل منشأة شخصيتها المعنوية المستقلة وكذلك سجلاتها المحاسبية الخاصة بها، وهذا يعني جميع المعاملات المالية الخاصة بالمالك وليس لها علاقة بالمنشأة، لا يتم تسجيلها في زيارة المنشأة. بمعنى أنه أنا فاتح شركة تمام، أنا صاحب الشركة تمام، بس صندوق الشركة غير صندوقي الخاص، ذمة المالية الشركة غير ذمة المالية، مصاريف الشركة غير مصاريفي. أنا مو معقول أروح أصرف فاتورة كهرباء مياه إنترنت لا بيتي وإجي حملها على الشركة. طيب مو معقول مثلا آخذ مصاري من الشركة وما سجلهم بالدفاتر، مو معقول إني بيع بيعة وما سجلهم بالدفاتر، مو معقول إنه المال الخاص أمسك مصاري وأعطيهم للموردين دفع الحساب. طيب أنا إيش فتحت الشركة؟ الشركة صح، أنا بالنهاية إذا نجحت الشركة راح يصيرني إيراد منها وراح أربح منها، بس بالنهاية الذمة المالية تبعها مستقلة. طيب شو الغاية أو شو الهدف؟ الهدف إنه يكون في استقرار أو ضمان للدائنين من جهة، أو الموردين بين قوسين اللي لهم عليه مصاري، إضافة للزبائن كمان نفس الشيء، لحتى يكون في عندي مصاري، بالتالي في عندي بضاعة، بالتالي عم بقدر أبيع للزبائن، بالتالي عم بقدر أسدد ديوني، بالتالي عم بقدر أدفع للموظفيني. فبالتالي لازم يكون عندي في استقرار مثل ما حكينا، لكل علم في متطلبات، في مبادئ، في خطوط حمراء لازم نحن نتبعها لحتى نصل للنتيجة النهائية لهذا العلم. الافتراض الثاني هو الاستمرارية، بيقوم هذا الافتراض على أساس أن المنشأة مستمرة، يعني أنا ما بدي أنشئ المنشأة لفترة صغيرة وبعدين سكرها، لا، أني أنا هون كل عملي أو كل الأعمال اللي عم قوم فيها مفترض فيها أني أنا الشركة تكون بشكل دائم. الفترة المحاسبية بيقوم هذا الافتراض على أساس أن النقود هي أساس المعاملات الاقتصادية. طبعا هذا شغلة طبيعية جدا لأنه نحن مو بنلزم المقايضة. طبعا الأعمال المحاسبية مرت بثلاث مراحل، كان الإنسان البدائي، كان إذا بنرجع شوي لورا هلا ومنشوف كيف بلش. بلش طبعا مثل ما كنا نشوف، بلش بالصيد، بلش بالرعي بيع الامور هاي، بعدين انتقل للمرحله الثانيه. طبعا هو ما كان في حاجه للمحاسبه، كان كل شيء يصيده او يجمعه او يزرع ياكله هو. بعدين انتقلنا لنظام المقايضه، نظام المقايضه كان في عندنا سلعه معينه كانت تكون اساس للمقايضه، مثل النقود حاليا كانت غالبا هي الملح، بعدين صارت الذهب او المعادن الثمينه والفضه. طبعا بعدين انتقلنا ل المعاملات النقديه بعد ما اوقفت امريكا التعامل باتفاقيه ربط الذهب بالوحده النقديه، فانتقلنا السنه انتقلنا للنقود او القيمه الورقيه اللي نحن شايفينها حاليا، طبعا اللي هي اساس المعاملات الاقتصاديه، بتعطيني نقود بعطيك سلعه، تعطيني سلعه بعطيك نقود وهكذا، هذا اساس التبادل. وبناء على هذا الافتراض يتم ترجمه جميع العمليات الماليه تقوم به المنشاه على اساس النقد، مثل ريال سعودي، الليرة التركية، الدرهم الإماراتي، دينار الكويتي، الدولار الأمريكي إلى آخره. طيب المبادئ المحاسبية، شفنا في فرائض أو فروض محاسبية، وهلا في عنا مبادئ محاسبية. فينا نقول إنه المبادئ والفروض هن وجهان لعملة واحدة، يعني الاثنين مهمين جدا 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 بتعاملاتنا المحاسبية. طيب ذكرنا فيما سبق ان المحاسبه تقوم بترجمه الاحداث الاقتصاديه الى معلومات ماليه، اي شيء انا خاص طبعا خاص بالشركه بين الشركه وبين جهه ثانيه، يعني انا ما بسجل شيء شركتي ما له علاقه فيها كمحاسب او كمحاسب او كصاحب شركه مستلم الحسابات، ما بسجل شيء الا اذا كان شركتي له علاقه فيه او طرف فيه. طيب ولكي تتم هذه العمليه بشكل يمكن الوثوق به، لابد ان تقوم على قواعد محدده تحكم الاجراءات والطرق المحاسبيه المستخدمه في عمليه ترجمه هذه الاحداث. هذه القواعد تعتبر المرجع الاساسي عند تسجيل الاحداث الاقتصاديه في السجلات عند تبويبها وتلخيصها من اهم المبادئ المحاسبيه.
مثل ما حكيت ومثل ما كررت ومثل ما بضل بكرر، انا اذا كان بدي اوصل لنتيجه محاسبيه صحيحه اللي هي بين قوسين اني اعرف نتيجه عملي. ليش الشركات بتتبع نظام محاسب؟ ليش بتتبع طريقه محاسبيه معينه؟ كل شركه ليش بتتبع طريقه محاسبيه معينه؟ لحتى توصل بالنهايه هي الطريقه لمعرفه وضع المادي. يعني انا كتاجر او كمستثمر بهمني اعرف كل فتره وفتره يا ترى انا عم بخسر او عم بربح، لحتى ما استمر بهالمشروع اذا كنت عم بخسر، او اني وسع هذا المشروع اذا كنت عم بربح، والى اخره من امور استراتيجيه عم فكر فيها. طيب المبادئ المحاسبيه، واحد اول مبدا مبدا المقابله، مبدا عفوا مبدا التكلفه التاريخيه، انا اسف، التكلفه التاريخيه. بيعني هذا المبدا انه نسجل العمليات الماليه في السجلات على اساس التكلفه الفعليه لهذه العمليه. مثلا اشتريت مبنى بقيمه 650,000، رح سجل طبعا لما اشتري المبنى سجلته بالدفاتر بقيمه 650,000. بعد يومين او بعد 3 ايام بجوز يصير قيمه المبنى 750,000. انا ما بقدر انه بعد يومين اجي اشخط على 650,000 سجل 750,000، بجوز بعد يومين يصير قيمه المبنى 550,000. اذا صارت حاله حرب او حاله عدم استقرار بجوز تنزل قيمه الشيء المشترى. طيب بالتالي ما بغير القيمة. الهدف طبعا من هذا المبدأ انه نحدد قيمة العمليات المالية التي يمكن التحقق مصلحتها بشكل موضوعي توفر المستندات المؤيدة لها. بدك تقول طيب ليش انا ما بقدر اغير او ليش ما غيرت؟ انا اذا ضليت عم غير بقيم الموجودات اللي شايفينها قدامنا، فبالتالي انا راح اصل لنهاية العام راح اصل لقيمة موجودات غير حقيقية او قيمتها غير طبيعية. يعني في نحن عندنا شيء اسمه الزيادة الطبيعية أو التضخم الطبيعي اللي بيكون مثلا كل عام في انخفاض بقيمة العملة، وهي شغلة طبيعية هاي. وفي عندنا تضخم غير طبيعي نتيجة أحداث سياسية اقتصادية إلى آخره، فبالتالي اجتماعية. فبالتالي إذا كنا نحن مثلا إذا بتذكروا نحن السنة الماضية نتيجة أحداث معينة الدولار كان ب11 صار ب18 بتركيا، فبالتالي حتى وصل 18 ونص، وبليله واحده هبط من 18 ونص ل 11، لثاني يوم 11 ونص صار. فبالتالي نتيجه قرارات معينه قيمه فيش بعض الشركات طبعا فلست، نتيجه احداث معينه او نتيجه قرارات معينه ممكن انت الشركه تنقلب من حال الى حال، من وضع الى وضع. فبالتالي ما بدي انا كل شوي اغير بقيمه الموجودات اللي عندي. ليش؟ ما بضل عندي شيء اسمه مبدا الثبات. يعني انا هون المفروض اني انا من فتره لفتره اضل مثبت وضعي او مثبت القيم الموجوده عندي، لحتى شو بعد فتره يا ترى نتيجه الاختلاف شو صار. ليش؟ لانه انا كل ما اختلفت القيمه اذا غيرت بدي ضل شركتي ما في استقرار، فبالتالي بدها تضل القيمه عم تطلع وتنزل تطلع وتنزل مثل الاسهم، وبالتالي ما حيكون في استقرار. ما ح... يمكن اذا حتستقر ما حدا يديني، اذا بدي عمال يشتغلوا عندي ما حدا يشتغل عندي، فبالتالي الى اكثر من سيئة. المبدأ الثاني هو المقابلة، يقصد فيه مقابلة المصروفات بإيرادات، بحيث يتم تحميل الفترة المحاسبة بما يخصها من المصروفات اللي صار في تحقيقها الإيرادات. يعني أنا بعتب مليون ليرة، أنا كل شيء صرفته لحتى وصل لقيمة المليون ليرة بدي أحطه عندي بالدفاتر بسجله سواء دفعته ولا لا. يعني فرضا أنا جيت بوحدة 31/12، طبعا الفترة المالية هي من 1/1 ل 31/12، هي بسموها الفترة المالية. عادة تكون الفترة المالية للمنشأة متوافقة مع الفترة المالية للدولة، الدولة بتبلش ب1/1 دفاتر بتسكر ب31/12، هيك كان عندنا بسوريا، هون بدهم شهرين أو ثلاثة لحتى يسكروا دفاترهم. فالمهم ب31/12 جيت أنا عم سكر دفاتري، لاحظت إنه عندي فاتورة كهرباء أنا مالي دافعها، فبالتالي انا بيجي لما عم وزع الارباح شو بسوي بقيمه هي الفاتوره على جنب. رح تقولوا ليش؟ رح اقول لكم لانه الكهرباء اللي استهلكتها انا او هالمصاري اللي اجت نتيجه اني انا استهلكت فاتوره كهرباء لسه ما دفعتها، بس انا رح ادفعها، معناتها بحط قيمتها على جنب لانه هي بتعتبر حق علي او مصروف مستحق مثل ما بنشوف لاحقا باذن الله. طيب يقصد بهذا المبدأ التزام المنشأة عند استخدام أحد الطرق المحاسبية بعدم تغيير الطريقة من سنة إلى أخرى إلا في ظروف مبررة. يعني مثلا بالمحاسبة عندنا أكثر من طريقة، في عندنا الطريقة الأمريكية،
عن طريق الفرنسية، عن الطريقة الألمانية، عن الطريقة الإيطالية. طبعا نحن هلا بنتبع الطريقة الإيطالية، تكون من أسهل الطرق وأبسطها وأكثر استعمالا، اللي كان مؤسسة لوكا باشيلو، الإيطالي لوكا باشيلو. فبالتالي إذا اتبع الطريقة معينة المفروض يكون عندي ثبات لحتى أقدر وصل لنتيجة معينة. طيب، وهي مقارنة السنة هي بالسنة الجاي، أو بالأحرى أني أقدر ما يصير عندي تناقضات بالدفاتر. مبدأ الاستحقاق بيقول أنه جميع الإيرادات تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء حصلت أو لم تحصل، كما أن جميع المصروفات اللي تخص السنة تؤخذ في الاعتبار سواء دفعت أو لم تدفع. الهدف من هذا المبدأ معرفة نتيجة نشاط المنشأ الفعلي بغض النظر عن التدفقات النقدية، وهذا يتسق مع مبدأ المقابلة السابق شرحه. شفنا مبدأ المقابلة السابق أن نحن المصروفات الخاصة بهالسنة هو ولا لا. في عنا مبدأ الاستحقاق بيقول أن جميع الإيرادات يلي بتخص السنة سواء حصلتها ولا لا بدي أسجلها. شلون؟ شو يعني سواء حصلتها أو لا؟ يعني اللي مع شخص معين بعته بضاعة بس لسه ما أعطاني قيمتها. طبعا كلمة إيراد هي عبارة عن قيمة المبيعات، الإيرادات هي عبارة عن قيمة المبيعات، الإيرادات غير الربح. الإيرادات هي تشمل الربح زائد التكلفة، يعني تكلفة البضاعة زائد نسبة الربح اللي حطيت عليها بيساوي كلهم الإيرادات هي اللي أجوني. طيب هالإيرادات بجوز هذا الزبون اللي أنا ما حاعطيك هذا الشهر، رح أعطيك الشهر الجاي، نحن بشهر 12. فبالتالي أنا اللي معه مصاري ثبت بالدفاتر انه انا اللي معه مصاري، بس بسجلها عندي بالدفاتر اني اللي انه اللي معه، مو بحطها على جنب وما بدخلها بالدفاتر. هذا مشكله غلط. ونفس الشيء بالنسبه للمصاريف، المصاريف علي فاتوره كهرباء، فانا بسجل عندي بالدفاتر انه انا علي فاتوره كهرباء لسه ما اندفعت منشان قيمه من الارباح. طبعا الايراد بيتحقق على اساس طبعا بسجله بالدفاتر. بتحقق الايراد اذا حقق شرطين. اول شيء وجود عمليه مبادله بين المنشاه وجهات اخرى، يعني منشاتي وجهه خارجيه، واني اقدم خدمه او سلم مبيعات. يعني انا امتى بصير الايراد؟ بصير عندي ايراد اذا بعت سلعه او قدمت خدمه. طبعا تقسم الشركات من حيث نوعيه السلعه او نوعيه المنتج الى ثلاث اقسام او ثلاث شركات. شركه تجاريه هي اللي عباره عن بتجيب السلعه جاهزه، كمثال فرش البيت، ادوات المنزليه الى اخره من هالامور، هاي المستلزمات بتجيبها تشتريها من المعمل وبتبيعها. بين قوسين هي الوسيط بين بين الشركه المصنعه وبين الزبائن الفرديين. هاي بنسميها منشاه تجاريه. النوع الثاني من الشركات هي الشركات الخدميه. الشركات الخدميه هي بتقدم لك خدمه وليست هي سلعه بالنهايه، لكن غير ملموسه. الخدمه هي عباره عن سلعه غير ملموسه، يعني انت سلعه اخذت سلعه لكن ما لمست بايدك، مثل الشركات الاعلانيه، مثل شركات للصرافه، مثل شركات المحاماه، مثل شركات الاعلانات. هذول اعطوك شغله اذا كان مثلا حطيت اعلان بجريده او شيء الى اخره، فبالتالي اعطوك خدمه استفدت منها لكن ما لمست بايدها. هي اسمها شركات خدميه. في عندنا النوع الثالث هي الشركات الانتاجيه او الصناعيه. الشركات الخدميه الانتاجيه او الصناعيه هي اللي بيكون عندها مواد اوليه، اللي بتاخذ المواد الاوليه وبالتالي حولها لمواد تامه الصنع، مثل شركات الاقمشه كمثال، بتبلش بالخيط بعدين بتنتهي بقماش جاهز للبيع. هاي بنسميها نحن شركه انتاجيه. طبعا في عندنا شيء اسمه مبدا الحيطه والحذر. يقصد بهذا المبدا عدم اخذ الارباح المتوقعه في الاعتبار الا عند تحققها، في حين ان الخسائر المتوقعه تؤخذ بعين الاعتبار قبل حدوثها. يهدف هذا المبدا الى عدم تضخيم ارباح المنشاه الا بارباح حقيقيه، وفي نفس الوقت الاحتياط لاي خسائر متوقعه. يعني انا كتاجر، كصاحب منشأة، كمحاسب، كرجل عقلاني، إذا كنت عملت دراسة ولقيت إني أنا السنة القادمة أو خلال هالسنة أنا راح أربح أو راح يجيني ربح، ما في مشكلة، راح يكون عندي تفاؤل متفائل، راح أسعى إني أنا أكبر هالربح أكثر. لكن إذا كان نتيجة هي الدراسة كنا متوقعين إنه عندنا خسارة، فبالتالي هي الخسارة هي بحط لها
بين قوسين ابقين شويه مصاري او اموال على جنب من شو نساوي فيهم مؤونات او مخصصات، مثل ما راح نشوف بماده المحاسبه الماليه 2 او بالماده القادمه بتشوفوا معنا ان شاء الله اذا استمريتوا. فبالتالي الخساره محاسبيا تؤخذ بعين الاعتبار، لكن الارباح لا تؤخذ بعين الاعتبار. الافصاح، مبدا الافصاح بيعني انه لازم اظهر جميع المعلومات اللي بيحتاجها المستفيدين ومساعدتهم في عمليه اتخاذ القرار. الهدف من هذا المبدا ضمان شفافيه اداره المنشاه بحيث لا تنحجب باي معلومات قد يحتاجها المستفيدين في عمليه اتخاذ قرارات ذات العلاقه بالمنشاه. طبعا هذا المبدا كثير سطحي، او مثل ما بيقولوا مبدا الساذج. اغلبيه المنشاه ما بتكون معلوماتها مثل ما حتشوفوا انتم في بعض المعلومات اللي هون، بتحسوا كانه نحن عايشين بالمدينه الفاضله، كل شيء لازم يكون صحيح، كل شيء واضح، كل شيء مبين، ما في شيء مخبى. وهذا الموضوع صعب كثير نحن نلاقيه بصراحه بالشركات، باكبر الشركات وانجح الشركات صعب كثير انه نلاقيه. وللاسف بعض الشركات انهارت بسبب التلاعب بالمعلومات المحاسبيه، او تضخيم الارباح، او توزيع الارباح، او اعطاء بيانات وهميه للعلن، وبالتالي انهارت بسبب بعض الشركات العالميه. طيب، لكل علم او لكل فرع من فروع العلم مصطلحات خاصه به تميزها عن غيره من العلوم بالمحاسبه. في كثير من المصطلحات المستخدمه بين المهتمين في العلم في المهنه تمثل معاني محدده متفق عليها. شو هي هالمعاني؟ يعني انا كمحاسب، انا بحكي عن ذاتي، في مصطلحات نحن بنستخدمها بالمحاسبه خاصه بهالعلم هي، مثل الاصول او الموجودات او الاساس بنسميه نحن، هي جميع الموارد الاقتصاديه تملكها المنشاه والتي يمكن قياسها وفق الموارد المحاسبه المتعارف عليها، وتنقسم الى قسمين مثل الاصول الثابته والاصول المتداوله. يعني انا كمحاسب بس سمعت بشيء اسمه اصول ثابته بعرف شو هي الاصول الثابته، الاصول المتداوله كمان بعرف شو الاصول المتداوله. الاصول الثابته هي الممتلكات التي تقتنيها الشركه بهدف المساعده في العمل والانتاج وليس بهدف اعاده بيعها، والتي يتوقع ان يستفاد من خدماتها فتره طويله مثل المباني والسيارات والاساس. يعني الاصول هي كل الشغلات اللي تملكها الشركه تشتريها لحتى تستفيد منها بالعمل والانتاج وليس بهدف اعاده بيعها. كمثال، اشتريت مبنى لحتى تبني عليه مصنع، لحتى تبني الشركه، لحتى تنتج. فبالتالي هذا المصنع يلي اشتريته انا مو للبيع، مو لاعاده البيع، لا، لحتى انتج فيه. اثنين، اشتريت سياره لحتى، او اشتريت سيارات لحتى تنقل العمال. ثلاثة، اشتريت اساس لحتى، طبعا كلمة اساس هون هو عبارة عن بيشمل الفرش والمكاتب وهالامور هي، لحتى افرش المكاتب فيه. اشتريت، ممكن اشتري الات لحتى انتج عليها، وبالتالي في اكثر من غرض ممكن استفيد منه. على هذا الاساس طبعا الاصول المتداوله، الاصول المتداوله هي عباره عن النقديه والممتلكات الاخرى يتوقع تحويلها النقديه او بيعها او استخدامها خلال السنه، مثل النقديه والعملاء والمخزن والاستثمار قصير الاجل. بمعنى الاصول المتداوله هي عباره عن البضاعه اللي بملكها وعم بيعها، او المال اللي الي مع الزبائن، او الاوراق الماليه بين قوسين الاسهم اللي انا شاريها للشركه وعم تجيني منها ارباح. هي عباره عن الصندوق يلي حاط فيه مصاري، هي عباره عن مصاري يلي حاطهم بحساب الشركه. فبالتالي هن عباره عن شغلات مملوكه للشركه عم بيع وتاجر فيها، اضافه لاموال عم اشتري وبيع فيها. الاصول غير الملموسه، الاصول غير الملموسه هي الممتلكات التي ليس لها كيان مادي ملموس ولكنها تساهم في نشاط المنشاه، مثل شهره المحل، حقوق النشر، وحقوق الاختراع. طبعا الاصول غير الملموسه عباره عن شغلات انا بملكها لكن مو ظاهره، مو مملوكه، مو ملموسه باليد، مثل الاصول السابقه اللي ذكرناها، مثل شهره المحل. شهره المحل هي عباره عن قيمه الاسم. كمثال، الشركات العالميه لها شيء اسمه الشهره، قيمه الاسم. فبالتالي هذا الاسم تبعها له قيمه، بينباع بشكل خاص عن الشركه او عن محتويات الشركه، له قيمه، فبالتالي بينذكر بالدفاتر باسم شهرة محل. حقوق النشر نفس الشيء، اذا كان مثلا كنت مؤلف كتاب او مؤلف روايه او مؤلف الى اخره من امور، فبالتالي هالامور هاي ممكن انا يكون في حق لي بانه ما حدا ينشر
هذا الشيء، الروايه اللي كتبتها او المسلسل اللي كتبته او الفيلم اللي كتبته او اي شيء كتبته، فبالتالي ما بحق لغير من الشبه الا باذن مني، مثل بعض الروايات يلي تم تحويلها من روايات لافلام مثل هاري بوتر، فبالتالي هون في عندنا حقوق نشر لازم يدفعوا للمؤلف لحتى يحق لهم ينشروا القصه. حقوق الاختراع نفس الشيء، اذا كان شخص معين اخترع اختراع معين، فبالتالي ما بيحق لهم انه حدا تاني يرجع مره تانيه يساوي ينجو او يقول انه انا اخترعته، انا اخترعته لحتى تخلص مده الاختراع. عاده حقوق الاختراع بيكون 10 ل 15 سنه، ما بيحق لحدا انه يسجل على اسمه او ينتج نفس المنتج الا باذن من المخترع بذاته. طيب الخصوم هو الطرف، الخصوم هو الطرف المقابل، يعني الاصول انا بملكها الشركه، الخصوم هي الشغلات اللي بتكون على الشركه تجاه الغير، والتي يمكن قياسها وفق المواد المحاسبه المتعارف عليها تنقسم الى قسمين. طبعا نحن اللي رح ناخذه هلا نظري، رح تحسوا شوي بالضياع مصطلحات محاسبيه، شويه جمود، لكن كل هالامور رح تتوضح لكم بالمحاضرات القادمه باذن الله. بالنسبه ل طبعا للسلايدات او النقطه، انا رح ابعث لكم اياها باذن الله على المجموعه بس لاخلص المحاضره، مشان تقدروا انتم تراجعوا المحاضره الاولى وباقي المحاضره. الخصوم طويلة الأجل هي اللي بتكون على المنشأة تجاه الغير، يعني بحق للغير، يعني كمثال موردين جابوا لي بضاعة وبدهم حقها بعد فترة سنة، مثلا بعد سنة بلش سدد لهم إياها، أو أخذت قرض من طرف معين وبالتالي رح سدد قيمته بعد فترة سنة كمثال، فبالتالي هي اسمها التزامات طويلة الأجل. التزامات طويلة الأجل بتكون مدتها فوق السنة. عندنا الالتزامات قصيرة الأجل هي اللي بتكون اللي بيكون سدادها خلال السنة أو أقل، فبالتالي هي التزامات قصيرة الأجل بنسميها. حقوق الملكية أو هي التزامات المنشأة تجاه ملاك، يعني هي رأس مالي. أنا قلت إني مفتح شركة، بتصبح الشركة عبارة عن طرف ثاني، وكأني أنا عاطل الشركة، وكأن الشركة طرف مستقل عني، فبالتالي حقوق الملكية هي عبارة عن الموارد المستثمرة من قبل المالك أو الملاك في المنشأة، وتساوي جميع الأصول المطروحة منها جميع الخصوم. بمعنى أنه أنا كصاحب شركة، كمثال أسست شركة ب 100,000، راح لما يجي يسأل أنا قديش إلي من الشركة، راح تقول لي لك 100,000. طيب راح أقول لك إذا تدينت أنا من 100، كنت متدين من 120، راح تقول لي إنه أنت لك 80,000 من الشركة. راح أقول لك ليش؟ راح تقول لي لأنه أنت دفعت 80 وتدينت 20، فبالتالي قيمة الشركة 100، لكن إذا بعنا الشركة راح تسدد ال 20 وراح يكون قيمة البقيان لك من الشركة 80. فبالتالي حقوق الملكية هي عبارة عن الأصول ناقص الالتزامات بيطلع حصتي من الشركة. قائمة المركز المالي أو الميزانية تبين الحالة المالية للمنشأة في تاريخ معين، وتضمها ملخصا لجميع الأصول والخصوم وحقوق الملكية للمنشأة. طبعا نحن كمحاسبين بنشتغل 355 يوم، 365 يوم عفوا، او اذا طلعت السنه كبيسه 366 يوم، لحتى نطلع شيء اسمه قائمه المركز المالي او بالانس شيت او الميزانيه العموميه. الميزانيه العموميه هي بتبين لي وضع المنشاه بلحظه معينه، يعني شغل سنه لحتى تعرف وضعك بلحظه معينه. شو يعني بلحظه معينه؟ بنرجع المثال اللي قلت لكم اياه عن اللي صار السنه الماضيه. السنه الماضيه الشركات يلي كانت مقيمة ميزانيتها بالليرة التركية السنة الماضية نتيجة انخفاض الدولار، الليرة التركية من 18.5، انخفاض الدولار عفوا من 18.5 لل 11، بالتالي ارتفعت قيمتها بشكل كبير. فبالتالي انا اذا كنت مسوي ميزانية مثلا قبل اليوم، او مسوي ميزانية او عدت او رديت عكستها بعد انخفاض سعر الدولار ثاني يوم، رح الاقي في عندي ارتفاع غير طبيعي بقيمة موجودات الشركة أو بقيمة الشركة. فبالتالي قائمة المركز المالي والميزانية العمومية بتبين لي الوضع المالي للشركة بلحظة معينة. قائمة الدخل income statement تبين نتيجة نشاط المنشأة مربح أو خسارة
وذلك من قبل الإيرادات والمصروفات المرتبطة بها خلال السنة أو الفترة. قائمة الدخل بتبين لي إذا أنا ربحان أو خسران، لكن قائمة المركز المالي بتبين لي وضع المنشأة، يا ترى منشأتي توسعت، منشأتي ضعفت، يا ترى المالك الخصوم لهم معي قديش. كمثال أسست شركة بمليون، 500,000 أو نص مليون مدينة أو نص مليون مني، فبالتالي أنا مبلغ 50% من قيمة الشركة، فرضا صارت حصتي بعدين 75,000 و25، معناتها أنا صار لي أنا بملك 75% من قيمة الشركة. السنة اللي بعدها كمثال صار 85,000 إلي بالشركة أنا، والمواطنين 15، فصرت مالك صرت مالك 85% قيمة الشركة. فبالتالي لما عم قارن أنا بين قائمة مركز مالي وقائمة مركز مالي، عم أقول عم لاقي إنه أنا في حالة من التوسع أو التعافي بالمركز المالي للمنشأة، وبالتالي منشأتي عم تكبر وتتوسع. الإيرادات مثل ما حكينا، الإيرادات هي عبارة عن جميع ما تحصل عليه منشأة مقابل بيع البضاعة وتقديم الخدمات، إضافة إلى أرباح الاستثمارات. الإيرادات هي اللي بتيجي للشركة نتيجة عملها الأساسي من بيع البضاعة وتقديم الخدمات، إذا كانت شركة تجارية بيع البضاعة، إيراداتها من بيع البضاعة، إذا كانت شركة خدمية من تقديم الخدمات، إضافة لأرباح الاستثمارات. بمعنى إنه أنا كشركة، أنا كمستثمر مثل ما بيقولوا في مثل بالعميل بيقول ما بحط عنباتي بسلة واحدة، فأنا هون الصحيح إني أنا حاطط كمية معينة من الأموال أو مبلغ معين بالشركة، لكن هذا المبلغ ممكن كمان يكون مستثمر انا بجهات تانية غير شركتي، يعني ممكن يكون مثلا شاري شويه اسهم بشركات بالبورصه، وبالتالي عم باخذ ارباح، وعم يجيني بالتالي ارباح من الشركه اضافه لارباح من الاسهم يلي شاريها، اضافه انا عندي شويه محلات بالطابع الاول للشركه او بالطابع الارضي مأجرون، فبالتالي جاني ايجارات المحلات من غير نشاط، طبعا هذا كله من غير نشاط الاساسي، يعني الاسهم اللي شاريها عم تجيني ربح من غير نشاط الاساسي، النشاط الاساسي مثلا بيع السيارات انا، فبالتالي من غير بيع السيارات في مصاري عم تجيني من استثمار بعض الاوراق الماليه، اضافه للمحلات اللي مأجرها لشركتي. المصروفات جميع التكاليف تحملها المنشأة مقابل حصول الإيرادات مثل تكلفة البضاعة الخدمات المستخدمة في عمليات. المصروفات كل شيء بحطه أنا، كل ليرة بصرفها لحتى أحصل على سلعة وبيعها ويجيني إيراد. يعني أنا عند وصلني إيرادات مليون ليرة، لقيت حالي أنا بايع بضاعة بقيمة مليون، فرحت كثير، انبسطت كثير، صار بجيبتي مليون. بلحظة انتبهت أو تذكرت أو ذكرني نكشني المحاسب قال لي طول بالك، قال لي المليون انت صح بيع بمليون، بس لا تنسى انه حاطط 600,000 مصاريف. قلت له اف ليش كل الأد؟ قال لي لك كان قيمه المواد الاوليه اللي اشتريناها، والاجور اللي حطيناها، الاعلان اللي حطيناه، الرواتب اللي دفعناها، مصاريف الكهرباء والمي والغاز والانترنت وغيرها من المصاريف اللي حطيناها، بقى وين رايح بهالعجقه هاي؟ كل هالمصاريف هاي بدي قيمها من الايرادات لحتى يطلع عندي شيء اسمه ربح، واذا في عندي مصاريف ثاني بيطلع عندي اجمالي ربح ناقص المصاريف هاي، بيطلع عندي اخر شيء اسمه صافي ربح. صافي ربح يا اما بزيد فيه راس المال يا اما بسحبه. ميزان المراجعه قائمه بجميع حسابات دفتر الاستاذ واسدتها، وتوازن الميزان يعتبر مؤشرا عن صحه اسدت هذه الحسابات، ولكنه ليس دينا قطعيا عدم وجود اخطاء فيها. عفوا، مراحل التسجيل المحاسبي انا كمحاسب بالحياه العمليه بقوم عدة مراحل كل سنة، نفس المراحل بعيدة، عبارة عن دائرة، عبارة عن خطوات دائرية، بس لخلص آخر مرحلة برجع لأول مرحلة. فمن مراحل التسجيل المحاسبي هي التسجيل بشيء اسمه ميزان المراجعة، هو عبارة عن قائمة سجلت فيها حسابات منقولة من مرحلة سابقة اسمها دفتر الأستاذ. طبعا هذا الميزان بيتوازن والمفروض يتوازن، لكن توازنه مو ضروري يكون صحيح، لأني أنا هذا الميزان بدي أرد راجعه مرة ثانية. طبعا هاي كمان بنشوفها بمادة المحاسبة المالية 2 أو بالمراحل القادمة بإذن الله. دليل الحسابات، إذا بتتذكروا فهرس التليفون، نحن كنا سابقا نسجل شيء اسمه فهرس التليفون، فهذا الفهرس كنا نسجل فيه نحن أسماء الأشخاص وإضافة لأرقام التليفونات. هون عندنا نحن بالدفاتر نحن بنسوي عادة جدول، بنحط أرقام، كل رقم خاص بحساب معين
ليش؟ لحتى لما نفتح شيء اسمه بعد مراحل التسجيل المحاسبي دفتر الاستاذ، نعرف ان رقم الحساب 6 دغري نفتح الصفحه 6، الحساب الثاني رقم 20 نفتح الصفحه 20 شمال، نضل ندور على الحساب. اخواني محاضرتنا نحن لليوم انتهت. اول محاضره ما حطول عليكم كثير مشان تفوتوا بالجو، بعرف يمكن اغلبكم شوي مل، شوي تاوب، شوي ضايق، شوي نعس، شوي مضغوطين انتم، لكن نحن بنحاول قدر الامكان انه نعمل توازن بيننا وبينكم. اغلبكم ماله بتركيا، مقيم بتركيا، جاي لحتى يقوم بهالتدريب لحتى يدرس، عنده امور ثانيه بده يسافر لبلده، فبالتالي نوعا ما راح نحاول نحن نكون نسهل الامور وما يكون في صعوبه، ما يكون في كثير تشدد، لكن بالنهايه لازم انتم تستفيدوا. بالنسبه مثل ما خبرتكم، بالنسبه لطلاب دبلوم المحاسبه، الشغل اللي عم بحكي انا مثل اقول تنكيش اسنان كونه اخذناه بالسنه الاولى بالسنة العاشر إذا كان بكالوريا تجارية أو بالسنة الأولى بالكلية، فشغلة كثير سهلة بالنسبة لهم. أما بالنسبة للطلاب اللي فايتين محاسبة وراح يكملوا معنا بدبلوم المحاسبة، فينتبهوا كثير. بالنسبة للطلاب الدبلومات الأخرى، بتمنى إدارة الأعمال التسويق، بتمنى منكم جدا الانتماء لمادة المحاسبة، راح تحتازوها، راح تستفيدوا منها بحياتكم العملية ولو ما كنتوا أنتم المحاسبين، لكن لحتى ما تنغبنوا إذا كان في عندكم محاسب وتعرفوا شو عم يصير حواليكم. محاضرتنا لليوم انتهت، أنا رح أوقف التسجيل مشان إذا حب أي شخص منكم يسأل سؤال، طبعا اللي بحب ينسحب محاضرتنا انتهت اليوم، بحب يضل حتى يشوف شو هي الأسئلة، اللي بحب يسأل أسئلة أنا جاهز إن شاء الله.